أهلا بكم في هذا الجزء من السلسلة، وهو بعنوان مقدمة إلى المصدر المفتوح أو Open Source. لابد قبل التعامل مع نظام اللينكس معرفة مبادئ أساسية حول المصدر المفتوح والبرامج المفتوحة. ما هو البرنامج المفتوح المصدر؟ بداية يجب أن نعرف ما هو المقصود بمصدر البرنامج. فالمصدر هنا يعني النص الأصلي أو source code الذي كتب به البرنامج، وذلك قد يكون بلغة السي أو السي بلس بلس أو جافا أو أي لغة أخرى. ما هو البرنامج المفتوح المصدر أو open source software؟ البرنامج المفتوح المصدر هو البرنامج الذي يكون مصدره متاح برخصة مفتوحة أو open license. بالطبع إلى اليسار هنا نرى شعار مبادرة المصدر المفتوح، وهنا الموقع الخاص بالمصدر المفتوح وهو opensource.org. ما هي الرخصة المفتوحة؟ بداية، رخصة الاستخدام تحدد الصلاحيات المتاحة للمستخدم في تعامله مع البرنامج، وبعض الرخص تكون مغلقة وهي تمنع المستخدم من مثلا إعادة توزيع البرنامج أو التعديل عليه، وبعضها تكون مفتوحة. فما هي الرخصة المفتوحة؟ الرخصة المفتوحة تتيح للمستخدم حريات أساسية تنطبق على البرامج والنص المصدري لها أو السورس كود. ومن أهم هذه الحريات، أولا حرية الاستخدام، ثانيا حرية التعديل، أي بإمكان المستخدم التعديل على النص المصدري للبرنامج دون وجود مشاكل قانونية. الحرية الثالثة هي حرية إعادة توزيع البرنامج الأصلي أو المعدل. بعض الرخص المفتوحة مثل GPL أو GNU Public License تشترط أنه إذا تم نشر نسخة معدلة من البرنامج أن يكون نص البرنامج المعدل متاح أيضاً بنفس الرخصة، وهي GPL في هذه الحالة. بالطبع من خلال هذا الشرط فإنه يتم حماية البرنامج المفتوح ويبقى مفتوح دون أن يتم إغلاقه فيما بعد، ودون أن يتم أخذه من قبل شركة معينة والاستفادة منه وعدم طرح هذه التعديلات التي تقوم بها للمستخدمين. أمثلة على الرخص المفتوحة. الرخص المفتوحة متنوعة، ومن أشهرها GNU Public License أو GPL، وستجد أن معظم البرامج المفتوحة على نظام اللينكس تستخدم هذه الرخصة. أيضا هناك رخصة Creative Commons و MIT License، BSD License، وكذلك رخص أخرى متنوعة. أمثلة على البرامج مفتوحة المصدر. بالطبع فإن هناك ملايين البرامج المفتوحة على الإنترنت وعددها في تزايد باستمرار. وهنا نطرح بعض البرامج المشهورة وقد تكون قد تعاملت معها بشكل مسبق. فنجد مثلا متصفح الإنترنت فايرفوكس وهو مشهور جدا والكثير يقومون باستخدامه. أيضا مشغل المالتي ميديا VLC Player. كذلك نجد البرنامج 7ZIP وهو يستخدم لفك ضغط الملفات. أيضا نواة اللينكس بحد ذاتها هي عبارة عن برنامج مفتوح. كذلك البرنامج دروبل المستخدم لعمل مواقع على الإنترنت. أيضا برنامج ليبر أوفيس وهو عبارة عن برنامج مكتبي بديل عن برنامج مايكروسوفت أوفيس. أيضا هناك برنامج أوداسيتي وهو عبارة عن محرر للصوت. التوزيعات بحد ذاتها مثل توزيعات أوبنتو أيضا تعتبر برامج مفتوحة المصدر. ريتشارد ستولمان ومشروع إجنو. لابد عند الحديث عن المصدر المفتوح من الإشارة إلى شخصية مهمة جدا، وهي ريتشارد ستولمان ومشروع إجنو. بالطبع كان ريتشارد ستولمان من المؤسسين والمناضلين لأجل تداول البرامج بحرية بين الناس. من إنجازاته:
تأسيس مؤسسة البرامج الحرة Free Software Foundation، وكان هذا سنة 1985. وكان الهدف من هذه المؤسسة إنشاء برامج حرة يتم تداولها بحرية بين الناس. أيضا من إنجازاته إنشاء مشروع جنو، وهو اختصار للكلمة جنو نوت يونكس. بالطبع أراد من خلال هذا المشروع إنشاء نظام متوافق مع نظام اليونكس، ويوفر هذا المشروع الكثير من البرامج المفتوحة حاليا. أيضا من إنجازاته إنشاء مترجم جنو أو جنو كومبايلر. بالطبع المترجم هو البرنامج الذي يقوم بتحويل البرامج من نص مقروء للمبرمج أو ما يسمى source code إلى برنامج يشغله الحاسوب. بالطبع تطور هذا المترجم ليصبح مجموعة متكاملة للترجمة لكثير من لغات البرمجة. أيضا من إنجازاته إنشاء رخصة GPL أو GNU Public License، والتي من خلالها وضع الإطار القانوني لعمل الكثير من البرامج المفتوحة. ماذا عن النقود؟ بالطبع يتساءل كثيرون عند السماع عن المصدر المفتوح وأن البرامج يتم تداولها بحرية دون قيود مالية، أنه إذا تم تداول البرامج بحرية فكيف سيأتي الربح؟ بالطبع للإجابة على هذا السؤال يجب التنبيه لبعض النقاط. أولا، أن الربح في العادة لا يكون هدف لمن يعمل برنامج مفتوح، وإنما الهدف هو الاستفادة من البرنامج على الإطار الشخصي أو العلمي، ولذلك فإنه يتم جعل البرنامج مفتوحا لتسهيل تطوير البرامج واستخدامه من قبل الآخرين. أيضا تغطى تكاليف البرمجة في كثير من المشاريع المفتوحة عن طريق التبرعات ودعم الشركات التي تستفيد وتدعم البرامج المفتوحة. أيضا فإن الربح من قبل الشركات والأفراد في البرامج المفتوحة يتم من خلال تقديم الدعم للبرامج وخدمات تثبيت وصيانة البرامج حتى وإن كانت هذه البرامج مفتوحة. أهمية المصدر المفتوح. إن العالم بشكل عام يتوجه إلى إطار العمل المفتوح في التقنية للتخلص من الاحتكار والتعقيدات التي يفرضها الإطار المغلق في العمل. فلذلك لابد من فهم آلية عمل المصدر المفتوح لمواكبة التوجهات التقنية في العالم. ونجد أن إطار العمل المفتوح يطبق الآن في كثير من الاتجاهات. فمثلا نجد أن هناك المحتوى المفتوح Open Content، أيضا هناك Open Education التعليم المفتوح Open Health التأمين الصحي المفتوح أو الخدمات الصحية المفتوحة، Open Music أي نشر الموسيقى بشكل مفتوح، كذلك Open Hardware أي يكون تصميم الدائرة الإلكترونية مفتوحة للاستخدام وهكذا. فلذلك لابد من فهم آلية عمل المصدر المفتوح لمواكبة توجهات العالم في استخدام المصدر المفتوح. أهمية المصدر المفتوح للمجتمع. بالطبع ما يميز المصدر المفتوح عن البرامج المغلقة هو أنه يقوم بتفعيل دور المجتمع في تطوير واستخدام وتحسين البرامج، وذلك بدلا من جعلهم تحت رحمة الشركات التجارية. لذلك فإن المصدر المفتوح أدى إلى ظهور ما يسمى بالبرامج المعتمدة على المجتمع Community Based Software، وهنا يكون الدور الأساسي للمجتمع في تطوير واستخدام ونشر وتحسين البرامج. نظام اليونكس. لا بد من الحديث عن نظام اليونكس عند الحديث عن نظام اللينكس والمصدر المفتوح. وقد بدأ تطوير نظام اليونكس في العام 1969 في مختبرات AT&T Bell Labs، وكان الهدف من نظام اليونكس هو إيجاد نظام تشغيل للتحكم بالأجهزة متعددة المستخدمين، حيث أن هناك جهاز مركزي Mainframe ويقوم العديد من المستخدمين باستخدامه سوياً والتفاعل معه من خلال شاشة طرفية أو تيرمينال ولوحة مفاتيح لكل مستخدم.
وما يميز نظام لينكس أنه وضع الأسس العلمية والعملية لنظام التشغيل والتي اعتمدت في كثير من أنظمة التشغيل التي جاءت متوافقة مع نظام اليونكس وتسمى بـ Unix-like Operating Systems. مزايا نظام اليونكس: بما أن نظام اليونكس صمم للتعامل مع بيئة تعدد المستخدمين، فهذا يعني تميزه بعدة مزايا، ومن أهم هذه المزايا أولاً الكفاءة في الاستفادة من معدات الجهاز، كذلك التحكم الكامل في صلاحيات المستخدمين في الوصول إلى الملفات والبرامج والأجهزة الخاصة على الجهاز. أيضاً الأمن والحماية، حيث يجب أن يتم حماية النظام من المستخدم وكذلك حماية المستخدمين من بعضهم البعض. تطور نظام اليونكس أو تاريخ نظام اليونكس يونكس History. ظهر العديد من الأنظمة المتوافقة مع نظام اليونكس، ومنها مثلا نظام اللينكس وكذلك نظام OS X الخاص بشركة أبل. وهنا نرى مخطط زمني لتطور تاريخ نظام اليونكس، ونشاهد أن هناك ثلاث ألوان رئيسية. فاللون الأخضر يعني أن النظام يكون مفتوح، هذا اللون يعني أن النظام يكون مغلق، واللون الآخر أي أنه يكون جزء منه مفتوح وجزء مغلق. ولرؤية هذا المخطط بشكل أفضل سوف نقوم بفتح هذه الصورة على برنامج آخر. فهنا نرى أن بداية تطور النظام ظهرت في عام 1969 تقريبا، وهذه الإصدارات المختلفة للنظام وكيف تفرع عنه أنظمة مختلفة، منها مثلا نظام Sun OS وكذلك FreeBSD. نجد أن نظام اللينكس تم برمجته بشكل مستقل عن نظام اليونكس، وإن كان يعتمد على المبادئ التقنية لنظام اليونكس، وكان هذا في العام 1991، وتطور بعد ذلك نظام اللينكس، وهنا نجد التطور حتى عام 2013. أيضا هناك نظام آخر هو نظام مينكس، وهو نظام تعليمي لتعريف الطلاب بمبادئ نظام اليونكس. كذلك نجد نظام سولاريس، واشتق عنه نظام أوبن سولاريس كذلك، ونجد أيضا نظام ماك أو أس إكس. واستفاد نظام ماك من أنظمة سابقة، بعضها كان مفتوحا مثل FreeBSD وبعضها كان مغلقا. وهنا نجد تصنيف الأنظمة حسب اللون. نواة النظام أو كيرنل: بالطبع عند الحديث عن اللينكس فلا بد من فهم مصطلح أساسي وهو نظام أو نواة النظام. فما هي نواة النظام؟ نواة النظام هي البرنامج المركزي المسؤول عن تنظيم الوصول إلى معدات الحاسوب المختلفة مثل المعالج والذاكرة وكذلك نظام الملفات في الحاسوب. فنجد هنا أن التطبيقات المختلفة والتي يتعامل معها المستخدم تقوم بمخاطبة نواة النظام أو الكيرنل للاستفادة من معدات الحاسوب. ونواة النظام هي التي تقوم بتنظيم الوصول إلى معدات الحاسوب المختلفة مثل المعالج والذاكرة ومعدات الحاسوب الأخرى. ملاحظة مهمة جدا، يجب أن نعرف أن اللينكس يمثل فقط نواة النظام، ولا بد من توفر برامج عديدة أخرى مع نواة النظام للتمكن من العمل على جهاز الحاسوب. إذن فليست كل البرامج التي نقوم بالعمل عليها هي لينكس، وإنما اللينكس هو فقط نواة النظام، ويتم إرفاق العديد من البرامج الأخرى مع هذه النواة للتمكن من العمل على جهاز الحاسوب.
لينكس توربالدز ونواة اللينكس. بالطبع كانت البرامج الحرة المتاحة من مشروع جنو متداولة بشكل كبير بين المبرمجين، ولكن لم تكن هناك نواة نظام متاحة من قبل مشروع جنو. في عام 1991 كان لينوس توربالدز طالب في جامعة هلسنكي وأراد العمل على نظام اليونكس على جهازه الخاص، ولكن لأنه لم يتمكن من تنزيل نظام اليونكس على جهازه الخاص فقام بتطوير نواة خاصة به للعمل على جهازه، وأسمى هذه النواة بلينكس. وهنا نرى صورة لينوس توربالد، وكذلك نرى شعار نواة اللينكس. بالطبع قام لينوس بإتاحة نواة اللينكس للجميع برخصة جي بي ال، وذلك ليتمكن الآخرون من المساهمة في تطوير وتحسين النواة. وبعد ذلك تطورت النواة بشكل كبير لتصبح من أضخم المشاريع البرمجية عبر التاريخ. وهكذا بوجود نواة اللينكس وبرامج جنو الحرة أصبح هناك نظام متكامل متاح بشكل مفتوح للجميع. لذلك فإن البعض يسمونه جنو سلاش لينكس، أي أن جزء من النظام هو من مشروع جنو والجزء الآخر وهو النواة هو عبارة عن نواة اللينكس. فيلم Revolution OS أصدر هذا الفيلم في سنة 2001، وهذا الفيلم يتعرض لمراحل ظهور وتطور المصدر المفتوح وكذلك نظام اللينكس وأهم الأشخاص المساهمين في ذلك. وأنا أوصي بشدة بمشاهدة هذا الفيلم، وقد قمت بتحميله مع الترجمة المحسنة في هذا الرابط الذي يظهر هنا، وسنقوم بتشغيل جزء من الفيلم للفائدة. I was at Agenda 2000, and one of the people who was there was Craig Mundy, who is some kind of high mucky muck at Microsoft. I think vice president of consumer products or something like that. And I hadn't actually met him. I bumped into him at an elevator, and I looked at his badge and said, "Ah, I see you work for Microsoft." And he looked back at me and said, "Oh yeah, and what do you do?" And I thought he seemed just a sort of a tad dismissive. I mean, here is the archetypal, you know, guy in a suit looking at a scruffy hacker. And so I gave him the 1,000-yard stare and said, "I'm your worst nightmare." Of its short but colorful history, the computer industry has been dominated by the Windows operating system. But that could soon change, as Windows faces a strong challenge from Linux. Silicon Valley has long been the place to develop new technology, start new companies, and get really rich. Now the Valley is the front line in a revolution fighting for that most politically incorrect of ideas, individual freedom. Day and night, a loose confederation of hackers and programmers zaps bits and pieces of computer code around the world as it builds the tools to set computer users free. Using open information and the free exchange of technology to achieve its goals, this revolution began in the 1980s with the Free Software Movement and the GNU Project, and now is most commonly associated with Linux and the open source movement. نكتفي بهذا القدر من الفيلم، وبهذا نصل إلى نهاية هذا الجزء، ونلقاكم في الجزء القادم إن شاء الله.